السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع استثماري لسه جديد اسمه مكافأة الباير. الموقع زي ما انتوا شايفين بيدي كل 24 ساعة 50%، الحد الأدنى للسحب 1 روبل، على رابط الإحالة 10% لأي حد يستثمر. نيجي نحط رقم المحفظة ونعمل تسجيل دخول. انا حطيت 10 روبل تجربة وهعمل اثبات سحب. ممكن تسحب اي وقت توصل 1 روبل، عايز تسحب تسحب، دي احسن حاجة في الموقع ان انت ممكن تحسب تسحب ارباحك في اي وقت. هنخش دلوقتي على طلب الدفع، سحب من هنا هنلاقي 2 روبل 21 سنت. هخش على بنك الباير هنلاقي اخر حاجة كانت جاية لي 1 روبل و48 سنت، وهنعمل طلب دفع. لازم اللغة تبقى أجنبي. تم الدفع بنجاح زي ما انتم شايفين. هنخش على الصفحة الرئيسية زي ما انتم شايفين الحساب اتصفر. هنخش على الباير نعمل ريفريش، اهو 2 روبل 19 سنت، وكده الموقع صادق ولسه جديد، ممكن نستغله في وديعة او 2. وفي كده يكون انتهينا من الشرح. لو عايز تودع في الموقع الاول خش من هنا، معلش اوضح لكم برضو حاجة، هتخش من هنا وهتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه وتعمل توجيه وتودع اللي انت عايزه. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.